الخبره اليوم كما تعلمون توصلنا للتو بنسخه من تقرير الخبره كما ترون المضمون ديالها. تفضل استاذ. اقول توصلنا للتو بنسخه من تقرير الخبره، الاطلاع الاولي عليه خصوصا الخلاصه اكد حسب ما هو وارد بتقرير الخبره على اساس ان الفيديوهات لم يطلها اي تغيير، وان الفيديوهات صحيحه، وان الصوت والصوره الموجود بها هم منسجمين، وان يعني كل ما فيها لم يطله اي تغيير. هذه الخلاصه الاوليه، ننتظر يعني ان يكون لنا الوقت الكافي لمناقشه يعني والاطلاع على كل التفاصيل التي توصلت اليها الخبره، وذلك لكي نتمكن من اعداد اوجه دفاعنا لجلسه 24 9 ان شاء الله.